الثانوية الإعدادية رحال المسكيني، ونشكرهم على منحنا هذا الفضاء المتميز لتنظيم هذه التظاهرة. التظاهرة هي مسابقات رياضية لفائدة المؤسسات التربوية، وهو حدث من تنظيم الفرع الإقليمي للجامعة الملكية للرياضة المدرسية بتارودان بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووكالة التنمية الاجتماعية بتارودان. إذن قبل انطلاق الحدث سنقوم بالنشيد الوطني، وبعدها كلمة للسيد مدير إعدادية رحال المسكين. بداية سوف نقرأ سويا الفاتحة ترحما على روح الأستاذة المزولي نعيمة التي وافتها ألمانية هذه الأيام، وهي أستاذة للرياضة البدنية وهي قيدومة الرياضة البدنية بالمدينة. إذا نقرأ جميعا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. إذا باسمي ثانوية رحال المسكيني الإعدادية أطرا إدارية وتربوية وتلاميذ، نرحب بالمؤسسات التربوية المشاركة في هذا العرس الرياضي البهيج. نرحب بالأطر الممثلة لهذه المؤسسات التعليمية، ونرحب بتلامذتنا ببراعمنا وبرعوماتنا، متمنين لكم جميعا تنافسا شريفا وفوزا مستحقا. وليكن في علم الجميع أن الفائز أولا وأخيرا هو الرياضة المدرسية في فرعها الإقليمي والمحلي بتارودان، والفائز هو كل من شارك في هذه المنافسات. إذا أرحب بكم من مجددا، وأتمنى لكم مقاما سعيدا هنيئا رياضيا تطبعه روح التنافس وروح الإخاء والمحبة، ومرحبا مرة أخرى والسلام عليكم. السيد المدير مشكورا لتحفيزه للتلاميذ المشاركين. نعلن عن افتتاح المنافسات. إذا بالنسبة للمنافسات ستكون هناك أربع ألعاب رياضية مبرمجة. عند التوجه لكل لعبة سيقوم السادة الحكام بشرح اللعبة، وبعد ذلك سنقوم بالقرعة من أجل اختيار الفرق المتنافسة فيما بينها. إذن نعلن عن انطلاق الحدث. اللعبة الأولى ستكون لعبة الجري بالتناول.
بسم الله الرحمن الرحيم. اذا التظاهره ديال اليوم تم دارج ضمن المسابقات الترفيهيه لفائده المؤسسات التعليميه بالوسط الحضري لتارودان، وهذه التظاهرات هي بشراكه مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه والوكاله الاجتماعيه لتارودان. هو مجموعه من الملتقيات على مدار شهرين، شهر مارس وابريل، في برنامج يمتد على مدار خمس ملتقيات. الملتقى الاول تم البارحه بالثانويه التاهيليه محمد الخامس، ملتقى اليوم في مؤسسه رحال مسكينين الاعداديه، وعرف مشاركه اربع مؤسسات تعليميه على غير الملتقيات الأخرى التي ستعرف مشاركة باقي المؤسسات. هو ملتقى أو لا تظاهرات تهدف إلى تحفيز التلاميذ المؤسسات التعليمية للعودة للقيام بالأنشطة الرياضية بعد توقف دام أكثر من سنة بسبب ظروف الجائحة الصحية التي تعرفها البلاد. وهي تظاهرة في الحقيقة عرفت استحسان الجميع، سواء مؤطرين ديال المؤسسات التعليمية أو المديرين ديال المؤسسات التعليمية.